أنا هنا في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي تعتبر معقلاً لحزب الله، لكنها أيضاً تضم بيوت لمئات الألاف من اللبنانيين، تضم أيضاً مخيماً فلسطينياً على مقربة من هنا يعيش فيه حوالي 30,000 لاجئ فلسطيني. هذه المنطقة قريبة جداً على بعد مئات الأمتار من مطار بيروت، المطار المدني الوحيد في لبنان، وهي بعيدة 4 إلى 5 كيلومترات عن قلب العاصمة بيروت. كما ترون خلفي حجم الدمار هائل، هذا الدخان المنبعث من هذا المجمع السكني الذي قصفته إسرائيل مع ساعات الصباح الأولى. سوي بالأرض هذا المجمع. طبعا إسرائيل تقول إنها تقصف مواقع عسكرية أو بنى تحتية لحزب الله، لكن حزب الله الذي ينظم هذه الزيارة للإعلاميين ونحن برفقته هنا يقول، كما العديد من المدنيين الذين نتحدث معهم، هما يقولون أن لا بنى تحتية عسكرية لحزب الله في هذه المناطق، وأنها تجمعات سكنية، بنى سكنية ومنازل لمدنيين لبنانيين وبعض المحال التجارية. كما ترون الدخان المنبعث فيه رائحة بارود، هذه الرائحة نشتمها من كل أرجاء بيروت حقيقة، ليس فقط في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه ناتجة عن عشرات الغارات أو على الأقل 12 غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء في هذه المنطقة. هذه الزيارة ستستمر حوالي الساعة، ونرافق فيها عناصر حزب الله إلى أماكن تعرضت للقصف. كما ترون خلفي الدمار الهائل الذي خلفته الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تشن هجمات مكثفة على هذه المنطقة تحديدا وفي أماكن أخرى في لبنان. حزب الله يقول لنا أنه علينا مغادرة هذه المنطقة، لا يمكننا البقاء هنا طويلا، فهي منطقة خطرة ولا تزال تتعرض للقصف الإسرائيلي. حتى هذا الصباح شهدت غارة على مقربة من هنا، كما يمكننا الاستماع إلى طائرات الدرون الإسرائيلية في سماء بيروت، لذلك يجب المغادرة، ليست المنطقة آمنة.